النهاردة أنا سافرت ورحت محافظة البحيرة في عزبة الإصلاح. آلاف السكان هناك عايشين من غير صرف صحي وما فيش شبكة مية، والناس بتشرب من طرمبات، والطرمبات محطوطة في الأرض، والأرض طبعا ميتها مية ملوثة لأنها بتختلط بالصرف الصحي، مع أن النيل بيعدي من العزبة. لكن الناس هناك عطشانين وكمان معزولين، لأن المعدية اللي بتربطهم بقرية دست الأشراف متهالكة. الناس في عزبة الإصلاح غرقانين في الصرف والمرض والمية الملوثة، ونسبة الفشل الكلوي مرتفعة. الإصلاح محتاجة إصلاح. تعالوا نشوف أهالي الإصلاح في البحيرة عايشين إزاي. أنا في محافظة البحيرة في منطقة مدينة كوم حمادة، وتحديدا في عزبة الإصلاح. كم كبير جدا من البشر هنا بيعانوا، ما عندهمش لا مية ولا مجاري ولا كهرباء، والصرف بيتم في المحاصيل الزراعية من خلال الصرف الصحي. بنزرع بمية المجاري وبناكل مزروعات مزروعة بمية المجاري. يعني مش كفاية ما عندهمش مية، لا كمان بياكلوا زرع مزروع بمية المجاري. تعالوا نشوف الناس في قرية الإصلاح عايشين ازاي. انا بقول ان هم هنا بيسقوا بميه مجاري، بيسقوا الزرع بميه مجاري. اهي ايه دي ميه مجاري يا باشا؟ العزبه في حاله هنا بتصرف في الترعه ديت، واحنا نيجي هنا ندور المكن. ايوه ترع دي ترعه صرف. أيوة. مظبوط. ونيجي احنا عشان نسلك للماكينه ديت تطلع ميه وتدل الارض، وندلت ناخده بالهرسه وناخده جميع الامراض من الميه دي. بقى الميه دي طالعه منين؟ من مصرف صرف يا باشا. مصرف يعني انتوا المجاري بتاعتكم بتحطوها هنا اهو، بيطلعوا جنب بعدين تيجي تطلعها. أيوة. تطلعها تطلعها نسقوا بيها الزرع ده اهو. ايوه يا باشا. يعني انا مش عارف اقول ايه، الصوره قدامكم واضحه، مش محتاجه اي تعقيب مني خالص. ده مصرف مجاري، يا ريت بس الكاميرا تصور من هنا عشان يبان ان الزرع مخبي المصرف ده. مصرف مجاري، المجاري بتاعت القرية عشان ما فيش فيها مجاري بينزحوا المجاري بتاعتهم في المصرف ده، يجوا يحطوا طرمبة زي دي تطلع المية من تحت، المية دي تطلع يسقوا بيها الزرع. الزرع اهو، وسعوا كده يا جماعة والنبي عشان نفرج الناس الزرع اللي بيتسقي مية المجاري اهو. ده الزرع اللي قدامكم. مظبوط يابا؟ ايه بقى تاني بيحصل؟ العزبة لا فيها مجاري ولا فيها مية ولا فيها اشتراكات عيش ولا فيها اي حاجه نهائي، مقطوعه معزول. حبه الكهرباء اللي احنا اشتكينا عليهم وجات وكل هذا وانت طيب، روحنا الوحده المحليه يقول لك ما تقومش، ما فيش دقيق، اعملوا فرن على حسابكم. اذا كان دول فلاحين معدمين والاصلاح الزراعي جابهم واداهم بيوت واداهم اراضي، والاسره بقت 20 اسره، البيت بقى 5 6 بيوت بعد ما كان فرد وجمراته، دلوقتي بقى 20 واحد. يروحوا فين؟ يروحوا دست، يقولوا ما فيش عيش ما فيش مي نشرب، احنا بنشرب من الشرقية. يعني الناس هنا كلها مش لاقيين عيش؟ كلها كده ما فيش ولا ريق، ما عندهمش مية؟ مية لا. ده ما عندهمش مية. ايوه ماشي، اكلم رئيس الوزارة. قول له اللي انت عاوزه. عايزين طلباتك ايه؟ عايزين طور للمدرسة. عايزين مجاري. عايزين مي. عايزين اشتراكات العيش. المية هنا بتعملوا فيها ايه؟ بتشربوا منين؟ من الابار، من الطرمبات العاديه، مطلعه نسبه املاح عاليه. لكن مفيش مية حنفيه؟ مفيش ميات حنفيه نهائي. طرمبات حبشيه كلها. يعني ايه طرمبات حبشيه؟ اللي هي على وش الارض دي. نشتري مية كل اسماك. نشتري مية من الحته الثانيه. نشتري مية. هنوريك الجراك. المية ستك عندنا هنا
ما تصلحش للشرب. تمام. يطبخوا بيها، يعملوا بيها، يعجنوا بيها. اما الماء للشرب كل واحد في الغيطه بيجيب جرك الميه من ديست او من الحدين عشان يشربه، يشرب منه. تمام. بالنسبه للمنطقه اللي احنا فيها دي، البيوت اللي احنا حوالينا دي سيادتك، دي من سنه 62 المباني دي حكومه متسلمه سنه 62. الاسره اللي استلمتها بقت 5 اسر، اوضتين وحوش ودوره ميه. اللي عنده نص فدان عشان يسكن 5 اسر. دوره ميه وفي مجاري هنا؟ ما فيش مجاري، لا دي ترانشات ولا بتصرفوا على المصدر؟ لا 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 لا، ما فيش مصدر. الخمس اسر عشان يتربوا وعيشهم، اللي عنده نص فدان باعه وبنى لعياله اوضتين عشان يسكن الخمسه والسته اللي الاسر. تمام. النهارده في 4 اجيال موجودين في اوضتين وحوش ودوره ميه. تمام. من سنه 62 النهارده في هنا في ارض الاصلاح منطقه فضاء اهي، ممكن اراضي الدوله بتهدر ببلاش. دي كلها منطقه فاضيه، دي منطقه فضاء اهي. الاصلاح الزراعي دي، الاصلاح الزراعي، سيادتك الهيئه العامه للاصلاح الزراعي قالت لنا احنا بنبيعه بالمزاد العلني. طب انا بالمزاد العلني وانا ليا 50 سنه هنا وعندي بدل البيت بقى فيه اسره، بقى فيه 5 اسر، والنهارده تيجي تبيع لي المتر ب 2000 جنيه وانا ما عنديش وجبه طاقه العشاء والغدي؟ طب ما تبيع لي من الممارسه. اقرب مدرسه اعدادي هنا على بعد كام كيلو؟ على بعد 3 كيلو يا باشا. اقرب وحده صحيه على بعد كام كيلو؟ برضه 3 كيلو، والفاصل يا استاذ عمرو بيننا وبين الدست والحدين نبريه. نبريه ترعى. انا اخصائيه اجتماعيه بتاعه المدرسه دي. المدرسه هنا محتاجه صوت. طلبته من وزاره التربيه والتعليم 100 مره. انا بضم صوتي اليوم وبكلم الاستاذ الدكتور احمد زكي بدر. انا واثق ان هو يعني مش هيقبل ان يكون في مدرسه البهايم والحمير قاعده فيها مع الطلبه. فعلى الاقل يا سياده الوزير يا ريت نعمل سور يحوط على المدرسه عشان خاطر تبقى مدرسه. انا عايز اعرف حاجه، انتوا هنا عشان تجيبوا عيش بتجيبوه ازاي؟ ما بيجيبوش، بيروح يشتروه، بيروح محمد يجيب محمد. ايه ممنوع عننا نهائي العيش دي ولا اشتراكات. نروح احنا موظف الوحده الصحيه، عملت اشتراك ورئيس مجلس القريه السابق يروح قال انتوا مش تبعنا، قلت احنا تبع مين؟ قال ما فيش، كلنا عملنا والله اشتراكات وقطعوه. قرية الحدين يعني ممكن المحافظ ننزل له مشوار او اثنين دعم على فرن الحدين وعربيه تيجي توزعه له. المهم نصرف عيش، نشترك وندفع عيش في اي مكان. فين السيد، فين السيد رئيس المجلس المحلي؟ فين هو؟ ايه بيه، اهلا. يعني دلوقتي قادر جمل وادي الجمال. انا قلت العيش دلوقتي، انا عايز اعرف عايزين عيش. العيش الطبيعي زي ما قلت لسيادتك، لو عاوزين من بكره هجيب لهم عيش طبيعي. قدمنا طلبات سيادتك بقى لنا النهارده 3 سنين وكل ايه انتوا اللي لحظه واحده بس. انا ما جروش على دي، اصل داروش على الطباعي بكام رغيف الطباعي ده؟ 10 ساعات. طب 10 ساعات وابو شاليم فين؟ لا لا، مرتبي 250 جنيه نشتري رغيف باريزي؟ نعم ينفع؟ بتاعت العيش اللي ده على البلد دي بقى لها مده والناس مشتركه فيه. حضراتكم عاوزين عيش طباي اجيب لكم عيش طباي من الصبح. ايه هم ناس مش مرفهين يا بيه، الناس دي ناس غلابه، الناس دي انا عندي دلت. الناس دي ما بتقول لك دخله 250 جنيه يا عمرو بيه، هياكل ب 60 جنيه عيش. انا عاوز اقول لحضرتك ياكل جاتوه بقى، ياكل بقسماط، ما ياكلش عيش. انا عاوز اقول لحضرتك كلامك صح، انت كلامك صح. هما مش تلت المشتركين في العيش عندي، تلت المشتركين في العيش عندي بياخدوا عيش طباي. زود الكميات، بياخدوا عيش طباي يعني في يا بيه في عيش طباي موجود. زود الغلابه يا ري. انا كره، احنا ما لناش دعوه في الكره، احنا مشاكل قدام البيت. احنا عزب، عزب اصلاح زراعي، ناس معدومه. ايه مشاكل قولها له. انا بنقول له ناس معدومه، دي معدومين، دي معدومين. عايزين العيش الطباق ده تدي للناس الاغنياء، ما تديناش. في نقطة هنقولها لحضرتك، احنا لسه جايلينها دلوقتي. مشكلة المية في دليل عليها، في راجل قاعد هنا عنده فشل كلوي. فشل هنوري لحضرتك، اتفضل حضرتك معايا. هل هنا نسبة الفشل الكلوي منتشرة؟ منتشرة الأطفال يا باشا. أنا بس أنا عايز أنقل للمشاهد أقول لهم ليه في فشل كلوي. تعال بص، تعال أوريكم ليه في فشل كلوي. ده
مصرف مجاني تشرب منه البهايم وبنصرف فيه الروس بتاع الحيوانات والمخلفات بتاعه البني ادمين. تترمي هنا اهوت، وادي المكان اللي بياخدوا منه الميه. بصوا على دراتكم اهو، هاي الميه اهي، الميه محطوطه جنب المصرف بتاع الميه، قطعت بالبشرب من هنا، بتسحب من المصرف. عادي بتسحب من المصرف الترمبه دي، يعني انتوا عارفين ميه مجاري وقابلين هيعملوا ايه؟ ادي السبب غصب عننا نعملوا ايه؟ نموتهم نموتوا بقى خلاص. الظاهر الحكومه عايزاكم تموت، هم عايزين جايبيني هنا للموت.